للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد فاروق الخبير السياحي. أستاذ محمد، أولا أهمية مشاركة مصر في مثل هذه المعارض والأحداث السياحية الدولية، بالأخص طبعا بعد التطور اللي احنا شهدناه في قطاع السياحة على مدار السنوات الماضية، ولسه كمان في انتظار افتتاح المتحف المصري الكبير. حضرتك ذكرتيها ان البورصه دي بتعمل سنه 1966، مصر كانت من الدول الاولى اللي حضرت مع اول اديشن او اول نسخه اول مؤتمر تم للبورصه. 66 كانت مصر من ضمن الدول المشاركه ومتواليه حتى تاريخه، بتحضر كل سنه مصر بجناح محترم بيحضروا جميع العاملين بقطاعات السياحه، وذلك لعرض المنتج السياحي المصري بشكل واضح وبشكل كلي، لان طبعا هي بتقدم المنتج للسوق الالماني، وده من الاسواق الهامه جدا، يعتبر من الاسواق الرئيسيه الخمسه الرئيسيين لمصر، سواء كانت سياحه شاطئيه او سياحه ثقافيه. فطبعا احنا تواجدنا مهم جدا، وعاده معظم العارضين بيتواجدوا قبل المعرض وبعد المعرض للزيارات المهنيه مع الشركات والوكالات السفر الالمانيه، خاصه التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة طبعا إلى أن طبعا الوكلاء السياحيين اللي موجودين في الدول المحيطة زي النمسا بيكونوا موجودين وبيتم زيارتهم زيارات ميدانية مرة أخرى. ده بالنسبة للبورصة. فطبعا البورصة لها أهمية قصوى، لها لازم نحضرها لعرض منتج السياحة المصري وتطورات حضرتك ذكرتيها في مجمل حديثك عن تطورات السياحة المصرية وما هو جديد والفنادق الجديدة والتوسعات اللي قامت بها الدولة بالنسبة للبنية التحتية في مصر. بالإضافة طبعا للمتحف المصري. أما بالنسبة لنسبة الزيادة اللي تمت اللي هي ما بين 0.9 ل 1.2، طبعا الزيادة دي أعلنت، طبعا الزيادة دي سببها طبعا الطفرة اللي تمت عندنا في 2023 واللي إن شاء الله بتستمر في 2024 لتحقيق الرقم المستهدف حسب خطة الدولة اللي هو 18 مليون سائح. دلالة نمو نصيب مصر من حركة السياحة العالمية لعام 2023 هذا العام بنتكلم عن تقريبا 33%، ده دلالته ايه وازاي كمان نبني عليه بقى الفترة اللي جاية، نحاول ان احنا نروج نفتح اسواق جديدة، ازاي نستغل ده؟ ده دلالته ان احنا مستوى الخدمة حصل له نوع من انواع الارتفاع في التعامل مع العميل، زادت الطاقة الفندقية لمصر، زادت ساعة الطيران اللي بتوصل لمصر، بالاضافه طبعا الى ان اسعارنا منافسه جدا ومناسبه جدا ومقابله للقيمه اللي بيدفعها السائح لما بيوصل مصر. ده كل ده بيديك مؤشرات مهمه جدا انك انت كمحطه او كمصر كمحطه هي محطه عليها طلب عالي والحمد لله يستمر، واحنا بننتظر ان شاء الله الزياده تتم اكثر في 24 حسب المستهدف. ايه اللي احنا متوقعينه هذا العام 2024 علشان نقدر ان احنا نجذب السياح؟ حسب الخطه المفروض يبقى 18 مليون سائح ان شاء الله. تمام، هل ممكن نطور اي حاجه في هذه الخطه الموضوعه؟ يعني دي خطه دي استراتيجيه الدوله محطوطه لغايه 2028 للوصول للرقم المستهدف اللي هو 30 مليون سائح. الدوله المصريه في الحقيقه قدرت ان هي خلال السنوات الماضيه تبذل مجهود ومجهود كبير جدا في دعم قطاع السياحه، ده ظهر بشكل او باخر في نتائج التقارير اللي دايما بنشوفها تقريبا كل يومين. ازاي بتشوف هذا الدعم الكبير لهذا القطاع المهم والحيوي؟ الدعم القطاع ما ابتداش النهارده، دعم القطاع مستمر بقاله اكتر من 5-6 سنين، اللي هي الفتره اللي تم فيها التعديلات اللي تمت في البنيه التحتيه في مصر، الاستثمارات اللي تمت في المتاحف اللي تم بنائها في جميع انحاء مصر، بالاضافه طبعا حتى المناطق الشاطئيه في شرم او في الغردقه، تطوير منطقه عين السيره، تطوير القاهره الخديويه، متحف الجديد، متحف الحضارات، موكب المومياوات، موكب احتفاليه الاقصر، كل الاستثمارات اللي بتتم النهارده دي من الدوله عشان نقدر نقوم المنتج السياحي المصري بالشكل اللي انت حضرتك شايفاه دلوقتي لازم يؤدي الى هذه النتيجه ونتائج افضل ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد فاروق الخبير السياحي.